بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، عظم الله لكم الأجر بذكرى وفاة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتقدم بأحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام وإلى شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المصاب الجلل. أهلا ومرحبا بكم في رحاب أبي الفضل العباسي عليه السلام وفي مراسيم إجراء القرعة للفائزين الذين حصلوا على إجابات صحيحة وعلامات كاملة في مسابقة نهج العميد الرسالي والتي أقامتها مجموعة العميد التعليمية التابعة إلى قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة، والتي نهدف من خلالها إلى ترسيخ القضية الحسينية والرسالة الزينبية. فكان معنا من المشاركين الذين حصلوا على إجابات كاملة 426 متشارك، والآن نبدأ بإجراءات القرعة. ولكن قبل ذلك نذكر بالهدايا الرمزية التي سيحصل عليها كل متسابق أو متسابقة شاركوا معنا في هذه المسابقة، وهي أولا شهادة تقديرية من قسم التربية والتعليم العالي، وأيضا ألبوم من الصور للمتعلم أو المتعلمة والطالب والطالبة في مسيرته في مجموعة العميد التعليمية، وأيضا حجر من المرمر من ضريح أبي الفضل العباسي عليه السلام للتبرك فضلا عن الماء المبارك من السرداب المقدس. ولإجراءات القرعة هذه ينضم إلينا الآن فضيلة الشيخ عادل الوكيل معاون رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة، عظم الله لكم الأجر شيخنا الفاضل. إن شاء الله الله يبارك فيكم إن شاء الله ويحفظكم حقيقة. شيخنا كما تعلمون هي الغاية والرسالة هي القيمة المعنوية للمشاركة مثل هذه المسابقات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدام على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا أتمثل بأبيات الزهراء كما تعلمون عند وفاة نبي أكرم صلى الله عليه وسلم أو استشهاده كان الهجوم على بيت الزهراء، وكأنه هناك أبيات تنسب إلى سيدتنا الطاهرة المقدسة الصديقة سيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام بهذه الأبيات: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى زماني غواليا، أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على أيامي صرنا لياليا. وعزي الأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها مراجع الدين العظام والمؤمنين كافة في أصقاع الأرض بهذا المصاب الجلل، مصاب وفاة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم الذي في الواقع كان هو رسول السماء، وكما يقولون في علم العقائد إذا أردت أن تطلع على المرسل فطلع على المرسل، فكيف بنا ونحن أزاء شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقد بعثته السماء ليبلغ خاتمة الرسالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين ينتهجون بنهج أهل البيت، بنهج نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ونهج أوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما تعلمون في الواقع هذه منافسات لها في الواقع دور كبير للشباب، خصيصا حقيقة الشباب والشابات لشحن ذهنياتهم ولإيجاد طريقة نوع من طرق البحث. كما تعلمون الأسئلة كانت أسئلة موضوعية عبارة عن اختيارات، سؤال واختيارات، هذه تسمى بدراسة أكاديمية حقيقة من الأسئلة الموضوعية، هذه يعني تستدعي الشخص أن يبحث. فحقيقة نحن نشد على أيديكم أن إن شاء الله هذا أمر يستمر، هذا في الواقع يدعو شبابنا للبحث والحل عن الإجابة الصحيحة، وهذا في الواقع له أثر كبير جدا على تنمية العقيدة بالنسبة لشبابنا وبناتنا شاباتنا المؤمنات الله يحفظهم إن شاء الله، وكذلك الأثر الكبير في الاستزادة من الفقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله التوفيق والسداد لكل من ساهم بهذه المنافسة، والدعوة للجميع أيضا بالسداد والاستزادة من فقه آل محمد في مجال العقائد والعبادات، ونهنئ أولادنا. ولكن نحن كما تعلمون بأيام مصاب نحن نشد على أيديهم، نقول صور أوفق من كلام في أن يعني يستزيدوا من البحث، وإن لم تكن هناك مناسبة ولكن عليهم أن يستزيدوا من البحث في الفقه والعقائد لكي يكون على الطريق القويم الذي أراده لنا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وصول هذا الله سبحانه وتعالى. أحسنتم شيخنا وطيب الله أنفاسكم. حقيقة أحبتي المشاهدين سيكون معنا من كل مرحلة من الفئات المشاركة من الابتدائية البنين والابتدائية البنات والثانوية أيضا للبنين والبنات ثلاث
فائزين من الذين حصلوا على إجابات كاملة وأجابوا على جميع الأسئلة. فالآن نبدأ على بركة الله وبمعيتكم شيخنا للابتدائية البنين. حقيقة أحبتي المشاهدين كان معنا 223 من الابتدائيات مجموعة العميد التعليمية من الذين حصلوا على إجابات كاملة في هذه المسابقة. نبدأ بالاسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم. الفائز الأول ويانا أحبة المشاهدين الطالب عباس حسين عبد الأمير من مدرسة نور العباس الابتدائية للبنين. نسحب الاسم الثاني شيخنا، تفضل. أحسنتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفائز الثاني معنا أحبة المشاهدين الطالب محمد مهدي القاسم صبار من مدرسة سيد الماء الابتدائية للبنين. تفضل شيخنا. الاسم الثالث. الطالب الثالث الفائز معنا من المرحلة الابتدائية لمدارس البنين في مجموعة العميد التعليمية هو الطالب حسن مؤيد خضير عباس من مدرسة الساقي الابتدائية للبنين. الآن أكملنا الفائزين الثلاثة للابتدائيات مجموعة العميد التعليمية البنين. الآن ننتقل إلى الابتدائيات للبنات، وكان عدد الفائزات من الطالبات هو 108 طالبة حصلوا على إجابات كاملة من بين مجموع مدارس العميد التعليمية للبنات. على بركة الله الطالبة الأولى. الطالبة رقية عيسى قاسم من مدرسة القمر الابتدائية للبنات. نعم شيخنا، تفضل. الطالبة هبة الله إبراهيم عباس من مدرسة العميد الابتدائية للبنات. تفضل الشيخ. وأيضا لازلنا في مدرسة العميد الابتدائية للبنات، الطالبة زهراء مهند منذر من مدرسة العميد الابتدائية للبنات. الطالبة الثالثة الفائزة من مدارس مجموعة العميد الابتدائية للبنات للمرحلة الابتدائية. الآن نصل وإياكم أحبتي المشاهدين إلى الجزء الأول من المسابقة وهو مدارس الابتدائية للبنين والبنات، والثلاث فائزين من البنين والبنات أيضا ابقوا معنا لقرعة المدارس الثانوية في مجموعة العميد التعليمية. وهذه عودة من جديد إليكم أحبتي المشاهدين في الجزء الآخر من الفائزين في مسابقة نهج العميد الرسالي للمرحلة المتوسطة والثانوية وبدءا بمدارس البنين. معنا 10 متسابقين حصلوا على إجابات كاملة لمدارس البنين في مجموعة العميد التعليمية. تفضلوا شيخنا. الطالب رضا عمار نعمة من ثانوية سيد الماء للبنين. اسحب الاسم الثاني شيخنا. الطالب ضرغام علاء كامل فليح من ثانوية سيد الماء للبنين أيضا. كل التوفيق للطالب ضرغام علاء.
وأيضا الفائز الثالث معنا نصر الله جبار من ثانوية سيد الماء للبنين. إذن أحبتي المشاهدين الفائزين الثلاثة من المرحلة الثانوية للبنين هم من ثانوية سيد الماء للبنين. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانوية للبنات. عدد البنات الفائزات الذين اللواتي حصلنا على إجابات كاملة 13 طالبة من مدارس مجموعة العميد التعليمية، ومعنا الطالبة الفائزة الأولى الطالبة رباب أحمد حسين هادي من متوسطة نور العباس للبنات. الطالبة سارة حيدر كريم عبد الحسين من متوسطة نور العباس عليه السلام. الطالبة فدك أحمد حامد جاسم من ثانوية العميد للبنات. الطالبة الثالثة الفائزة في مسابقة نهج العميد الرسالي للمدارس الثانوية، ونكون هنا قد توصلنا إلى جميع أسماء الفائزين المشاركين من مجموعة العميد التعليمية. كل التوفيق لجميع المشاركين، وحقيقة أحبتي المشاهدين أن الفوز الحقيقي هو الاطلاع على نهج آل البيت عليهم السلام والخوض والبحث في تفاصيل حياتهم الكريمة. الكلمة لكم شيخنا الفاضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الواقع أوجه نصيحتي كما أنا حدث أولادي أيضا من البقية، يعني أولاد أبناء العوائل الأخرى، أن وصيتي لأولادي ذكورا وإناثا أن يلزموا طريق الله سبحانه وتعالى، وما زال في طور ابتدائي ومتوسطة والإعدادية، ليستزيدوا من الفقه، لأن يعني في الواقع العمر كما يتقدم بهم ويستزيدوا سيكون لهم بالنتيجة حصيلة. وهنا كتب حقيقة متيسرة لفقهاء الأجلام وراجل العظام، وموجودة في السوق في الأسواق، يستطيعون يقتنوها في مجال العقائد، في مجال العبادات والمعاملات. وهذه نصيحتي لهم، أنه استزيدوا من الفقه واستزيدوا من العقائد، لأن كلما تقدمون بالسنين لابد أن تستثمروا الوقت. وآخر دعوان الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عادل الوكيل على جهودكم المباركة، وبالتوفيق لكم إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام أحد برامج مجموعة العميد التعليمية التي تهدف إلى غرس القيم السامية والمبادئ الدينية والخلقية العليا في نفوس متعلميها، فضلا عن عديد من البرامج التربوية التي يغذى بها متعلمو مجموعة العميد التعليمية. نلتقيكم في مسابقات وفعاليات وأنشطة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.